تحياتي للسادة المشاهدين في كل مكان، كعهد رنين بيكم دائما بتقدم كل حديث وجديد. النهاردة بنقدم حدث جديد في رنين خاص بتجهيز العرايس. احنا عاملين مهرجان على وش جواز، مهرجان هيبقى من 10/6 ل 10/7 بشكل دائم سنويا. احنا هدفنا من المهرجان ده دايما بنقول الجهاز على العروسة والعريس. رنين دخل الطرف الثالث في المعادلة، هيبقى الجهاز على العروسة وعلى العريس وعلى رنين من خلال عروض مميزة هتلاقوها خلال فترة المهرجان اللي هو هيبدأ من 10/6 ل 10/7. كمان هيبقى فيه هدايا كتيرة جدا ومتعددة، والهدايا دي هتقدروا تتابعوها من خلال صفحة رنين، هتعرفوا شروط المسابقات الموجودة والهدايا اللي بنقدمها كمان لعملائنا الكرام. ان شاء الله بإذن الله هتلاقوا دايما كل جديد وحديث في شركة رنين. اتمنى لكم دايما السعادة والتوفيق، وبنقدم لكم دايما كل جديد وحديث. تحياتي لكم جميعا. استاذ بسنت، مشرفانا النهاردة حضرتك تاني مرة النهاردة معانا في مهرجان على وش جواز، وهي برضو مناسبة انه هو تاني يوم في المهرجان، فكتير قوي الناس النهاردة من العملاء كانوا بيسألوا يعني ايه سر تاني زيارة لحضرتك. هو تاني زيارة لان المكان كبير جدا جدا وفيه كل حاجة، يعني وانا كنتش متخيلة كده ان فيه كل حاجة، فالعروض فرصة حقيقية ان فعلا الناس تيجي تستغلها، لان هي مش تخفيضات وبس، لكن في كل ما بشتري حاجة أثناء المهرجان أنا مش بس بنتفع بس بالعروض، لكن كمان ممكن العرض ده يبقى على التقسيط كمان. في عروض على التقسيط. وأنا هقول مخصوص للناس اللي هي مقبلة على جواز أو بتفرش بيتها من أول وجديد، لأن واللي عايز يكمل فرش بيته، واللي عايز يكمل فرش بيته كمان، لأن العروض كبيرة قوي. يعني فكرة إن الهدايا مش خلاط، مش طبق، مش طاسة، الهدايا أجهزة كبيرة، ثلاجة، غسالة، فهيبقى في توفير كبير قوي. اهلا بكل متابعين رنين وعملاء رنين. احنا عندنا الشهر ده من اول 10/6 لحد 10/7 احنا عندنا موسم جديد عملناه للجهاز والجواز، اسمه على وش جواز، الجهاز في الانجاز، عاملينه في رنين، في تخفيضات وعروض وفي هدايا ضخمه جدا مقدمه من رنين. عندنا كذا فعاليه في الموسم ده. اول فعاليه عندنا هو الجهاز بقى على 3. يعني ايه حضرتك بقى على 3؟ يعني اشتري الجهاز ورن عليها الغسالة والتلاجة والبوتجاز، أو الغسالة والتلاجة، أو الغسالة أو البوتجاز، أو الغسالة والتلاجة والبوتجاز مع بعض، على حسب القيمة المالية حضرتك تشتري بيها هتقدر تاخد دول هدايا على اللي حضرتك اشتريته أو على عميل اشتراه. تاني حاجة عندنا وهي ساعة الفرحة. ساعة الفرحة اللي احنا قررنا فيها نهادي كل اللي جوازهم هيكون في تاريخ المهرجان اللي هو من 10/6 ل 10/7، هيبعتوا لنا على موقع رنين.site او على صفحه رنين على الفيسبوك رنين بيج، يبعتوا لنا قسيمه الزواج او ميزبط الزواج في نفس تاريخ المهرجان، واحنا هنديهم هدايا قيمه ماليه يقدروا يشتروا بيها اللي نفسهم بيها من رنين خلال فتره المهرجان. بعد كده احنا عندنا اكواد خصم بترسل لعملائنا، واللي عايز اي عميل عايز كود خصم يطلبها من على صفحه رنين على الفيسبوك او على موقع رنين سايت، واحنا هنبعت له الاكواد الخاصة بيه، هو كود 10% خصم على جميع معروضات رنين على الأجهزة الكهربائية، أو 5% على جميع على الأجهزة الكهربائية. بعد كده احنا عاملين حاجة اسمها جهازك هديتك، يعني كل اللي هيخش في رنين ويشتري بقيم من أول 1000 جنيه ومضاعفات ال 1000 جنيه هيقدر إن هو يخش معانا نديله هدية غسالة وتلاجة وشاشة وهدية من الأدوات المنزلية، وهيبقى عندنا 43 فائز معانا او 43 حد مهدى الهديه دي. بنشكركم جميعا وبنتمنى التوفيق للجميع. هدفنا من المهرجان ده ان هو يكون اقوى حدث سنوي موجود في مصر لجميع المقبلين على الزواج او اي حد حابب يجهز بيته. لذلك احنا قررنا ان احنا نوفر افضل عروض التقسيط تسهيلا على عملاء رنين، بالشراكه مع اقوى البنوك الوطنيه المصريه زي البنك الاهلي، ومع اقوى الشركات الرائده في مجال التقسيط في مصر زي شركة فاليو. أنظمة التقسيط عندنا بتوصل لحد 60 شهر تقسيط، وفي أنظمة تقسيط بتوصل لحد 18 شهر بدون فوائد، وده تسهيلاً على عملاء رنين ولجميع المقبلين على الزواج، بحيث إن هو يقدر يشتري جميع منتجات رنين من أجهزة منزلية أو مفروشات أو أدوات منزلية أو حتى الموبايل بدون أي إجراءات تقسيط صعبة،
وممكن كمان العملاء تاخد الموافقة في نفس الوقت وهو بيشتري المنتجات بتاعتك.